Nice. شو دوخني يا زلمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيفكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طيب سنايبر اللوكاس يلي هو حاليا السنايبر المهجور بعتبره، ما حدا عم يلعب فيه اخي. الناس اللي بتلعب فيه صار عدد معدود على الاصابع، يعني فينا لول طبعا مو لهالدرجه، بس انا عددهم كثير قل، يعني ما عاد حدا يلعب بسنايبر لوكاس. رغم انه هذا السنايبر يا شباب عدت فتره، اذا بتتذكروا موسمين او ثلاثه كل الناس بتلعب فيه، يعني الناس تركت الدي ال، تركت كل السنايبرات كلها، بس صارت تلعب بس باللوكاس. يعني كنت فوت على جيم سيرش بحث التدمير، تمام، افوت الاقي فريقي وفريق الخصم كلياتنا عم نلعب بسنايبر لوكاس. تخيلوا معي يا شباب 10 اشخاص كلياتنا عم نلعب سنايبر لوكاس، يعني فهذا السنايبر يعني والله يعني شباب الشغله الحلوه فيه انه خفيف على الايد. يعني هلا اذا انت بتروح تلعب بسنايبر دي ال، تمام، هيك فتره اسبوع اسبوعين او شهر، بترجع تلعب بسنايبر لوكاس بتحس خفيف على ايدك، هي الميزه الحلوه فيه. فمشان هيك يا شباب جبت لكم تركيبات له، يعني هي شوي تركيبات بتجيب هيت مارك بس كويسه، يعني خليني اشرح لكم اياها على السريع هلا. طيب يا شباب مشان التركيبات، يا شباب هي التركيبات قدامكم، بس خلوني احكي لكم عليها شوي. هي التركيبات بتجيب هيت مارك، تمام، يعني عندك احتمال 30-40%، خليني اكون معكم صريح، بتجيب هيت مارك. بس اذا انت ما بدك تجيب هيت مارك في حل، تجي لهون عند الميزة، تمام، انا حاطط هون تبديل سريع، فانت اعمل له الغاء تجهيز وحط مكانه اعادة تلقيم القوى الرادعة OWC، ضيف هذا، تمام، وخلص انسى الهيت مارك. يعني نادرا نادرا حتى تجيب هيت مارك، فهمت علي كيف؟ لا. بس الشيء الما حلو انه راح ينزل لك من سرعة فتح السكوب وفترة توقف اطلاق النار. فترة توقف اطلاق النار هذا كتير شيء مهم يا شباب، يعني مثلا اذا انت ضربت طلقة، تمام، حتى تحسن ترجع تضرب مرة تانية طلقة، لنفترض بيطول معك ثانية، تمام، اما هون راح يطول معك ثانية ونص تقريبا، فينا نقول، فهمت علي، راح يزيد الوقت. يعني هذا الشيء يا شباب الصراحة كتير مزعج بالنسبة لي، فما بعرف، انا يمكن لاني جهازي ضعيف، فهمتوا علي كيف، ما حبيت هذا الشيء. فيعني خليني احكي لكم هيك مثال على السريع. هذا الايباد من زمان اول ما اشتريته كان قوي على اللعبه، لاني اللعبه كانت خفيفه، فكنت دائما احط اعاده تلقيم القوى الرادعه وما كنت احس بشيء لاني كان جهاز قوي. فالله حاليا بعد فتره الجهاز ضعيف لان اللعبه كمان هي صارت ثقيله، فصرت احس هذا الشيء مزعج. فاذا انت جهازك قوي بنصحك تحط اعاده تلقيم القوى الرادعه، لاني ما راح تواجه هيت مارك، قليل جدا حتى تواجه هيت مارك، فهمت علي كيف؟ بس الشباب بترككم مع الجيم بلاي، لا تنسوا تحطوا لنا لايك وتشتركوا بالقناة يا شباب، قربنا نوصل 3000 مشترك. وبس بترككم مع الجيم بلاي، مشاهدة ممتعة. طلعوا وين مكمبر يا الله. وات جيت داون سنايبر، هات الثالث يا باشا. اوه هيد شوت. ابلع الاربعه. يا عين علي. ولي يا عمري. لعبهم لعبهم كله كمبرة. Deployment.
ابلعوا جي جي. يا زلمة حرام هيت مارك وكم برا اروح فين؟ هه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 ه